مساء الخير أستاذ أحمد سمير. في البداية حابب أقول لكم مبروك على جائزة أحسن قناة اللي استلمتوها مؤخرا في سنة 2020، وكذلك برحب بكل الجماهير العربية وخاصة جماهير الأهلي. طب باركت لنا على أفضل قناة، بارك لنا كمان على دوري الأبطال. مبروك أكيد. والله أنا فرحت لأنه اللقاءين اللي صاروا ما بين الأهلي والزمالك والمغرب والرجاء والوداد مروا بروح رياضية ومروا بطريقة سليمة. فالمهم إنه الفاينل كان عربي 100%، واللي كسب مبروك ليه أكيد ومبروك لمرة أخرى أكيد، لجماهير الأهلي الله العريضة. يبارك فيك، الله يبارك فيك. يعني أنا كنت بتكلم مع متابعينا في البداية إنه الصورة في مصر ربما تختلف عن الصورة في المغرب فيما يتعلق بمواجهة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الأفريقي. إحنا سمعنا عن سيناريو مرتبط باستضافة القاهرة للمباراة، سمعنا عن ميعاد مقترح في البداية كان يوم 10 ديسمبر، توصيات بإقامته يوم 18، إلى أن سمعنا عن القرار النهائي بتأجيله للنصف الأول من شهر يناير 2021. يهمني بس أعرف منك السيناريو في المغرب، هل متفق مع ما سمعته الآن؟ يعني هل سمعته عن نفس الترتيب الأحداث بالشكل اللي أنا قلته، ولا كان في سيناريو مختلف تماما؟ بطبيعة الحال كابتن أحمد إنه إحنا سمعنا إنه هذا هو المشكل الحاصل في تأجيل، وكان في عدة تواريخ لنهائي السوبر ما بين الأهلي ونهضة بركان. بس لو رجعنا نفسنا شويه، لانه صار في كلام وصاروا في يعني كباتن اللي هم اسماء كبيره في مصر صاروا يعملوا هاشتاج على التويتر وكلمات على التويتر، ويقولوا ان المغرب بيلعب زي ما هو عاوز وبيحدد تواريخ زي ما هو عاوز. لو رجعنا شويه للوراء راح نشوف بانه قطر، دوله قطر كانت قد وقعت مع الكاف مدة 3 سنوات أنه يقيم فيها نهائي السوبر بالدوحة. عملوا 2، الأول كان على ما أظن ما بين الزمالك والترجي، والترجي ما بين ما بين الترجي والرجاء، والثاني ما بين الترجي والزمالك، وده الثالث اللي هو اللي هيجمع إن شاء الله ما بين الأهلي ونهضة بركان. فده عقد مبرم ما بين الكاف وما بين البلد. طب ايه خليني دخل برضو المغرب اكمل وايه دخل اكمل التواريخ اللي بيقولوا انه المغرب هي السبب فيها وان لا الجامعه بس وان اكمل كذا على وكذا كلام وكذا. حضرتك، انه كان في كلام ومعلومات بتقول انه قطر لن تتمكن من استضافه اي حدث رياضي قبل نهايه عام 2020، وده الوقت او التوقيت اللي كان الاتحاد الافريقي عنده فيه رغبه في اقامه مباراه السوبر، وبالتالي كان صح، البديل انه يتم اقامتها في القاهره كما هو متعارف عليه، انه بطل دوري الابطال هو اللي بيستضيف مباراه السوبر. هل كان في اعتراض من نهضة بركان على السيناريو ده؟ لا ما كانش في اعتراض نهائيا من نهضة بركان، ونهضة بركان على فكرة متحمس جدا للمقابلة ضد الأهلي، وحتى يعني احنا قراب يعني من اللاعبين ومن من ستاف تكنيك بتاع نهضة بركان انهم هم جاهزين للمقابلة في اي مكان، يعني سواء في مصر او في الدوحة او في المغرب او في اي مكان. المهم انه اللقاء يتم ما بين الجارين، ما بين الأشقاء، طبعا وإنه وفي الأخير يكون فيه روح رياضية، والفايز مبروك ليه واللي خاسر هارد لك. هذا هو اللي بنعرف إحنا بالمغرب. طيب آخر معلومات موجودة عندك فيما يتعلق بقى بالمكان والزمان المفترض إنه تلعب فيه المباراة؟ الآخر أخبار وآخر المعلومات اللي توصلنا بيها إنه الفاينل راح يكون بقطر، والتاريخ غير محدد، ولكن بيقولوا انه راح يكون قبل كاس العالم للانديه. ده هو المهم، يعني ممكن يكون 18 24 26، لحد دلوقتي ما عندناش يعني تاريخ محدد للنهائي. طيب هو نفس المعلومات اللي بتقول انه اللقاء هيقام في الاسبوع الاخير قبل استضافه قطر لنسخه كاس صح العالم. طيب خليني اخدك لاستعدادات نهضه بركان، وهل سكواد نهضه بركان اللي هيلعب في مباراة السوبر هيختلف عن سكواد اللي لعب بيه نهضة بركان في بطولة الكونفدرالية؟ هل في تدعيمات للفريق، صفقات جديدة، هل في لعيبة تركت الفريق واتجهت لفرق أخرى أو حتى الاحتراف الخارجي؟ بصراحة أنا حاليا تتبعت نادي الأهلي، وأيضا تتبعت بداية نهضة بركان في البطولة الوطنية. لحد الآن إنه نهضة بركان خلى ركائز الفريق واستعان يعني باثنين لعيبة أو 3 لاعبين
في المستوى الكبير للي بنهضه بركان، ابرزهم هداف الدوري للموسم الفائت البحراوي، وايضا يعني كان واحد من اعمده فريق حسنيه اكادير وايضا المنتخب المغربي، لولا انه بعض الاصابات اللي كان يعني راح يمشي بعيد ان شاء الله، بس يمكن ما نقوله ما مكتابش له، ولكن الحمد لله هو رجع في الفورما، وحاليا هو عنده عقد مع نهضة بركان، هو عبد الكريم باعدي. فحاليا انطلاقة نهضة بركان كانت انطلاقة قوية. محبوس حديك احصائيات، يعني في 5 ديسمبر كان اول لقاء من البطولة الوطنية ضد نهضة الزمامرة، فازوا 2-0. في 8 ديسمبر كان عندهم ماتش مع المغرب الفاسي، انتهى تعادل 1-1. و13 ديسمبر كان عندهم لقاء مع سريع واتزم خارج الميدان وفاز وتفوق عليه ب3-1. انا حديك بس يعني وجهة نظري من ناحية نهضة بركان. نهضة بركان هو فريق متميز وجد رائع خارج الميادين، عندما يكون داخل ميدانه يكون مستوى يعني متوسط، لكن يتفوق نهضة بركان دائما خارج القواعد وخارج أرضه. بالنسبة للأهلي المصري، تفضل سامحني يا استاذ، بالنسبة للأهلي المصري بصراحة انا شفت اللقاء ضد امبارح ضد المقاصة، فبكل صراحة كان يعني فريق الأهلي لا يعني لا غبار عليه، فريق قوي، فريق عنده كاريزما، عنده لاعبين في المستوى، عنده يعني خاصة انا بيعجبني خط الوسط عند الفريق الأهلي. فالخلاصة من الحديث الكل انه راح يكون لقاء قوي جدا ما بين الفريقين. طب سريعا جدا فيما يتعلق برضو، سؤالي الاخير فيما يتعلق بمباراة السوبر، هل بتشوف انه مواجهات المربع الذهبي في قبل نهائي افريقيا بدوري ابطال افريقيا هيكون ليها تأثير، ونتائجها طبعا هيكون ليها تأثير على المواجهة حتى من الناحية النفسية؟ يعني احنا بنتكلم على مواجهة كانت مصرية مغربية، الاهلي وكان معاه الزمالك من مصر، وكان في بطل الدوري المغربي ووصيف الدوري المغربي الرجاء والوداد، تمكن الاهلي من الفوز بالبطولة على حساب الثلاث فرق دول. هل ده من الممكن انه يصب في مصلحة النادي الاهلي من وجهة نظرك، حتى على الاقل من الناحية النفسية في مواجهته مع نهضة بركان، ولا لا؟ في نظري انه الاشكال اللي كان حاصل في النصف النهائي ما بين الاهلي والوداد كانت يعني كان متوقع انه الوداد ما يكونش عنده ديك الطاقة الكبيرة انه يواجه فريق الاهلي، بحكم انه الاصابات وبحكم انه الكورونا وبحكم انه التوقف اللي صار في البطولة الوطنية. اما بالنسبة للرجاء فلولا بعض يعني بعد انه 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 المدرب راح منه التركيز شوي او اللياقه البدنيه شويه خانت اللاعبين فريق الرجاء، لكان من لاعب الاهلي في النهائي هو فريق الرجاء وليس الزمالك. اما بالنسبه للنهائي السوبر ما بين الاهلي وما بين نهضه بركان، فانا من نظري الخاص انه نهضه بركان سيدخل اللقاء وهو مركز على شيء واحد، وهدفه شيء واحد هو الفوز بالسوبر والفوز على فريق الاهلي، ولما لا الرجوع بماء الضوء للكره المغربيه بعد ما يعني ما اقصينا من فريقين مصريين اللي هم فريقين عارقين. طيب خليني برضو سؤالي الاخير وارجو منك اجابه سريعه عشان وقتي، رايك في تجربه بدر بانون بما انك تابعت مباراه مصر المقاصه مع مواجهتها مع النادي الاهلي، ومن قبل كانت مشاركته طبعا في نهائي كاس مصر، ومن اول مباراه لبدر بانون مع النادي الاهلي حصل على بطوله كاس مصر، تقييمك لتجربه بدر مع الاهلي؟ بعجالة أخ أحمد، في 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 كلام سريع، بدر بانون نجم فريق الرجاء البيضاوي السابق سيكون مفاجأة نادي الأهلي ومواجهة إفريقيا، خصوصا أنه اختار فريق كبير زي فريقه اللي كان يلعب فيه في المغرب اللي هو الرجاء البيضاوي، حيعطي كلمته وحيعطي البصمة دياله وحراح يضيف الكثير لفريق الأهلي. نحن فقط نقول أنه يعطوه الفرصة وراح يشوف توهج بدر بانون، لان افضل صفقه حاليا قام بها فريق الاهلي لهذا الموسم. صحيح، وانا الحقيقه يمكن كل صفقات الاشقاء من المغرب العربي كانت ليها بصمات واضحه في مختلف الفرق المصريه، مش بس بتكلم على الاهلي، شفنا نجوم كتير تالقت من تونس ونجوم تالقت من المغرب، ونتمنى صح. الحقيقه ان يستمر وتتواصل الحقيقه مسلسل الاحتراف المتبادل سواء من لاعبين مصريين في دول شمال افريقيا اشقاء او من لاعبي شمال افريقيا في الانديه المصريه. بشكرك شكرا جزيلا الاذاعي طارق نفاتي، الاذاعي بمحطه أم أف أم المغربيه، شكرا جزيلا على التواصل.